أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير الثلاثاء خلال لقاء مع الصحافة في واشنطن أن لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب، مشيرا إلى أنه بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب حسب ما نشرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع تويتر. قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف النظام الجوي بالبراميل المتفجرة على منطقة العجم بريف درعا الغربي. يأتي ذلك في حين قتل 30 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش خلال مواجهات عسكرية في محيط بلدة حيط شمال غرب مدينة درعا جنوب سوريا. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميسورا أن هناك جهودا جدية لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في سوريا وستتم متابعته في اجتماع أستانا المقبل. وقال دي ميسورا خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن إنه يعول على دعم كافة الأطراف لاجتماع أستانا، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يعتبر الوصول إلى عقد مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة. أعلنت القوات المسلحة العراقية انتزاع السيطرة على حي المشاهدة بالموصل القديمة من داعش، وتقدمت القوات العراقية اليوم نحو ضفة النهر بمدينة الموصل القديمة الهدف الرئيسي لها في حملتها المستمرة منذ 8 أشهر لاستعادة المدينة التي أعلنها تنظيم داعش عاصمة له، فيما قال رئيس الوزراء العراقي إنه يتوقع الانتصار قريبا جدا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء الكوليرا الذي يضرب اليمن وأدى إلى مصرع 1400 شخصا في شهرين يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف، فيما سجلت حوالي 219 ألف حالة مشبوهة في اليمن بحسب الوكالة الأممية. ضربت هجمات إلكترونية مؤسسات وشركات كبرى في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث انتقل الهجوم المعلوماتي العالمي من ضرب بعض البنوك الروسية إلى الولايات المتحدة ليطال شركة ميرك. وأكدت شركة الأدوية الأمريكية الكبيرة أنها أول شركة أمريكية تتعرض لهجوم معلوماتي عالمي بدأ في روسيا وأوكرانيا وانتقل إلى أوروبا وعبر المحيط الأطلسي. وقال البنك المركزي الروسي إنه حدثت هجمات على أجهزة الكمبيوتر في بنوك روسية، وفي حالات قليلة تأثرت أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.